جت يا مولاي. بس بس يا اخي سيبني سيبني اقعد مع حبيبتي شويه. يا مولاي خاتون خاتون يا حبيبتي وحشتيني. مالك يا خاتون انت انت تعبانه من السفر؟ خاتون عظم الله اجرك بك ماتت بمجرد دخولها القصر. ترفضيني لحد الموت؟ ليه يا خاتون؟ ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي جابني وجابك هنا يا ليلى؟ الحمد لله على السلامة. انت مين؟ يا جابر ربابتك خسرتنا المعركة، لكن في الآخر خدت جزائك وكافئك إسماعيل الهواري بالغدارة. لولانا كان زمانك بتتحاسب في القبر دلوقتي. اللي شافتني يد الحبيب وعينيه. احنا خدناك وانت بين الحياة والموت وحافظنا عليك لأننا عارفين قيمتك. انت غنيت لهم وهم موتوك، واحنا أنقذناك لأننا عاوزينك. عاوزين مني ايه؟ انت هنا عندنا مقامك كبير، زيك زينا، كلنا زيك. انت ابن الجبل واحنا ولاد المجهول. اصلك فعلك وشجاعتك. انت ممكن تبقى جابر بيك، المستقبل عندنا، بس للي عايز يختار مستقبله، مستقبل يعمله بعقله ودراعه، بعيد عن اللي شايفينك الغريب الاقل. عاوزين ايه؟ هتعرف. خش يا عيسى. احنا مستنيين اوامرك والبكوات جلجانين. بكره هرد عليكم. بكره بعيد يا ولد عم. اسم شيخ العرب يا عيسى. اللي تؤمر بيه يا شيخ العرب. جدع ارجع مطرحك. حاضر. الدور الجاي يشيق عيسى ريس عليك يا اسماعيل. مستني الحرب تخلص ويوصل المنيا ويحط عيسى فوق منك. عيسى فوق مني في الديش، ودرويش العيل فوق مني في المجلس، وانا استنى الموت. راس الشيخ همام تمنها كبير يا جابر. عارف تمنها ايه؟ ايه؟ جابر بيك. بكوية بفرمان يا جابر. ماشي يا بيه. جاهز؟ جاهز يا بيه. وخليك فاكر قبل ما توصل جرجة وتجيب راس همام اللي باعك لابن عمه، هنبعت اللي يجيب ليلة وهلال لحد عندك. تسلمنا راس همام نسلمك ولادك جابر بيك. مبسوط؟ مشيت كلامك على شيخ العرب يا بونس. طول ما انت في أمان احنا في أمان. شاهد جواب لدرويش طمنا. حاضر يا شيخ العرب. وايه تاني؟ غير مطرحك كل يومين لحد ما يجيلك خبر الخير. عايز انت رجالتك على المطارح وانا كل يومين معاك في حته يا بوس. حاضر اهو كده. اهلا رئيس الصعيد. انا والد عمه يا بيه. انت هو رئيس الصعيد اللي جاي، والهبه امير على الصعيد كله. برضا الوالي باشا وفرمان من خليفه المسلمين باماره جنوب مصر من اسوان للمنيا، ومن غير حرب. انا والد عمه ونسيبه وسنده وخال عياله. عياله؟ عياله اللي هيبقوا فوق منك. غرضك ايه؟ كده كده همام مهزوم، لو مش في التجريدة دي في اللي بعدها. انتوا مش اهل حرب يا شيخ. حق اهلها وكسرناكم مرة، بس احنا ما بنزهقش وما بنخلصش ولا بنقل، والمدد ابدي. وديكوا شفتوا السلاح الجديد عمل فيكوا ايه؟ دي مجرد عينة، اللي عندنا منه ممكن يفنيكوا يا شيخ اسماعيل. سلاح حتى خيالك القوي لا يتصور أذاه، بيموت بالجملة.
وانت الوحيد اللي تقدر تنقذ أهلك وناسك من الفناء. غرضك تهز قلبي لكن مش أنا. هتشيل ذنبه وعر ناسك؟ هتتحمل قدام ربنا أرواحهم كلهم؟ خلي الأيام تذكرك كبطل، وانت تستاهل يا شيخ، تستاهل ان تقال عليك انك أنقذت هوارة من الفناء واخترت السلام. لصالح مين؟ لصالحك ولصالح ناسك ولصالح همام نفسه. لصالح همام؟ كيف؟ همام دخل حرب مجنون عشان نفسه، مالكمش دخل بيها انتو. مالك انت ومال هوارة في صراع همام الشخصي مع علي بيك؟ رجلين يضيعوا ألف، وهتتحمل وزر أرواح الألف دي كلها من ناسك عشان همام وعلي؟ حرب مجنونة بالعربي ومملوك، وكل واحد فيهم عايز يثبت انه ارجل من التاني. انقذ ناسك يا شيخ اسماعيل، وانقذ همام، خليه يكمل حياته في سلام ويعيش يومين الاخرانيين في امان. لسه المعركه ما خلصتش. معركه مين؟ معركه همام وعلي. احنا شارينك يا شيخ اسماعيل، محتاجين راجل عاقل في الصعيد، راجل يعرف قيمه الايام وتمن الحروب ومرارة الهزيمة. نديله الشرعية والأمان وحق التوريث. كلامك ملوش ضمانة ولا عازة. احنا الدولة يا شيخ اسماعيل، وانتوا مجرد عصاة خارجين. حتى لو كنتوا أصحاب الأرض وكنا مماليك، لمصلحة مين هتحارب؟ عشان همام يثبت لنفسه انه الأقوى؟ لمصلحة مين تفني أهلك وناسك؟ لمصلحة مين عمرك يروح حضر وانت مستني إشارة من ابن همام تحدد مصيرك اللي في عمر أحفادك؟ عمركم ما كان لكم عهد ولا أمان. قول كلمتك وانسحب، وانا في رقبتي كل روح تخصك من هنا لحد بيتها. قدامك فرصة العمر اللي تخليك فعلا شيخ العرب اللي أنقذ ناسه، مش شيخ العرب اللي رمى ناسه للموت عشان خاطر ابن عمه. مش فاضل في العمر كتير يا شيخ اسماعيل. والقوي اللي يمنع الشر مش يخلقه